لما الوزير الداخليه السابق ادانا قرار ما ادانوش بشخصه، لا ده في دوله، في دوله مؤسسات. لا برضه، لا برضه حاجه ما فهمتنيش، دي دوله مؤسسات. النهارده الدوله قررت كذا، مش وزير الداخليه بشخصه، لا في كيان، في كيان ادى هذه الموافقه. لكن انا هقلق لو هو معالي وزير الداخليه ادى قرار ومشي، فاللي جاي وارد جدا اللي جاي يكون ليه بعض وجهه نظر اخرى. اهلا وسهلا نسمعها، مفيش مشكله، بس ان شاء الله خير يعني. لو انا من حقي كاتحاد الكوره وكلائحه ان احنا بنعين المناطق، احنا قلنا حاجه بنستطلع راي الانديه. بمعنى ايه؟ في بعض المناطق فيها خلاف من الانديه بين بعضها، فبالتالي احنا بنطلب منهم وكل هيقول وجهه نظره بسمعها، ولكن القرار في الاخر هيجي لمين؟ يجي لاتحاد الكوره، هو اللي بيطلع هذا القرار. فالكلام دي نقطتين مهمين جدا يعني، ان احنا بنحاول بس نوضحها للناس. نمره 3، اجتماع استمر على 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 يومين، امبارح والاسبوع والثلاث اربع ايام فاتوا، والحمد لله تقريبا المناطق كلها اتشكلت واللجان.